ومعنا عبر الهاتف دكتور أيمن غنيم أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية. بعد التحية، تأكيد صندوق النقد الدولي IMF على أن صناع السياسات بيعيشوا بيئة مالية مليئة بالتحديات، ما هي هذه التحديات التي يعيشها صناع هذه السياسات؟ والله يا فندم، هو زي ما سيادتك تفضلت، هناك توقعات من صندوق النقد الدولي بأن هناك العديد من التحديات اللي الاقتصاد العالمي بيواجهها. نقدر نوجز هذه التحديات في فكرة، أولا أنه الديون السيادية الحكومية وصلت إلى مستوى قياسي. سيادتك تفضلت وقلت هي زادت بتسع نقاط مئوية. بالضبط، هي كانت 84% من الناتج المحلي العالمي قبل جائحة كورونا، والنهاردة هي حوالي 93% من الناتج المحلي العالمي. لو بنتكلم على الديون السيادية ككم كرقم، فهي في نهاية 23 بلغت 97 تريليون دولار أمريكي، ده بزيادة 40% عن 4 سنوات سابقة اللي هي في 2019. وده طبعا لأكثر من سبب، أولا ازدياد نفقات الدفاع ونفقات دعم أوكرانيا بالنسبة للدول الغربية، وسبق التسلح اللي النهاردة الدول الغربية داخلة فيه. شفنا ألمانيا بتزود نفقات الدفاع، اليابان، كل الدول الغربية تحسبا طبعا الحرب الروسية الأوكرانية والنفقات دعم أوكرانيا. أيضا هناك النفقات اللي كانت صرفت على جائحة كورونا من حيث نفقات الرعاية الصحية، النفقات اللازمة لتنشيط الاقتصاد، لتعويض البطالة، الناس اللي قاعدوا في البيت، التكلفة الغلق للشركات اللي خرجت برة، سلاسل الشحن، كل ده طبعا بيؤدي إلى تقليل إيرادات الدول، فبيؤدي لزيادة اعتمادها على المديونيات. أيضا هناك عامل مهم جدا، وهذا العامل بيمثل لنا في مصر الحقيقة مصدر قوة، اللي هو زيادة الإنفاق على كبار السن، لأنه المجتمعات الغربية النهاردة بتشيخ، كبار السن بترتفع، وده عكس مصر. طبعا دولة مليئة بالشباب، وأكثر من 67% من تعدادها السكاني يمثلونهم من الشباب. وهنا دكتور أيمن، كيف يمكن تعزيز الإيرادات على حساب سد الفجوات في الجي دي بي العالمي أو الناتج الإجمالي المحلي العالمي المليء بالخسائر أو بالعجز؟ وكيف يمكن الاستعداد للصدمات المستقبلية نتيجة الدعم المالي والجيوسياسي من قبل الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، سواء لدولة الاحتلال أو لأوكرانيا في حربها أمام روسيا؟ والله لو بنتكلم على كيفية تنمية الموارد الاقتصادية العالمية، طبعا موارد الضرائب، فهنا بنشوف ده بيجي عن طريق الاستثمار، والمجال النهاردة المفتوح للاستثمار هو الاستثمار في الطاقة النظيفة. يعني سيادتك اتكلمت على انه وكالة الطاقة الدولية متوقعة اجمالي استثمارات في الطاقة بحوالي 3 تريليون دولار ده في 2024، منهم 2 تريليون دولار في الطاقة النظيفة وتريليون دولار في الطاقة الأحفورية اللي هي البترول والبحر. ده لأكثر من سبب، طبعا مخاطر الاحترار العالمي ومخاطر البيئة من ناحية، لكن أيضا فكرة أمن الطاقة، لأنه بعد الحرب الروسية الأوكرانية وانقطاع امدادات الطاقة الروسية عن أوروبا، قبل الحرب كانت روسيا بتمون أوروبا، بالذات ألمانيا اللي هي أكبر اقتصاد صناعي. نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 اللي تم ضرب أحدهما. بالضبط، وكانت بتمولهم بحوالي 40% من احتياجات الغاز الطبيعي بتاعتهم. كانت هي تاني أكبر منتج للبترول في العالم بعد أمريكا اللي هي 11.1 مليون برميل يوميا. كانت روسيا 10.5 مليون برميل يوميا، ده في 2021، واللي تم تصعيد هذا الرقم في الآونة الأخيرة يا دكتور ل 13 مليون برميل تقريبا من ولاية تكساس فقط حتى الآن. يعني بالضبط، وكان بعدهم السعودية كانت 9.3 مليون برميل. طبعا أنا بتكلم قبل الحرب، ده في 2021. عشان نشوف انه اصبح امن الطاقة جزء من فكرة الامن القومي عند هذه الدول. وبعدين كمان احنا ما ننساش انه انقطاع امدادات الطاقة او قلة امدادات الطاقة الروسية للاتحاد الاوروبي، ده كان احد اسباب موجة التضخم العالمي.
واحنا عارفين انه التضخم زي ما احنا عارفين هو طبعا الاقتصاد العالمي زي الاواني المستدركه، حاجه بتؤكد الثانيه. بالضبط. مهم ان احنا نشرح فكره انه التضخم عموما له مصدرين. المصدر الاول هو زياده الطلب على السلع والخدمات، وفي هذه الحاله بيتم رفع الفائده بصوره مش كبيره والدنيا بتتظبط، لكن المصدر الثاني هو زياده اسعار مدخلات الانتاج. في هذه الحاله محتاجين رفع عالي جدا لاسعار الفائده، لانه فكره زياده اسعار مدخلات الانتاج لوحدها بتؤدي الى تقليل الطلب، لانه انت كده حضرتك بتزود الاسعار، ومن ثم تقليل الطلب يؤدي لانكماش الاقتصاد فالتضخم لا يتحسن. وهنا سؤالي لحضرتك دكتور ايمن، ما الفارق ما بين الدعم او الانفاق المالي الاكثر كفاءه لدعم الامان المالي عالميا والانفاق المالي الاقل كفاءه؟ والله هو الانفاق المالي الاكثر كفاءه بيجي دايما لمعالجه الاختلالات الهيكليه، بمعنى النهارده الدول الغربيه لما رفعت الفايده احنا قلنا هي اضطرت ترفعها بمعدلات عاليه، لانه عشان تخنق الطلب، الطلب كان اوريدي قل، لا ده انا عايز اخنق الطلب بحيث اقلل الطلب لمعدلات تقلل من مستوى الاسعار، ونوع من سحب السيوله اللي موجوده او المتراكمه داخل الاسواق. بالضبط. بس ده مش هيبقى النهايه، ده على المدى القصير. على المدى الطويل احنا بنحاول نعدل من هياكل الانتاج او من هيكل تكلفه الانتاج عظيم، بان احنا ندخل في مدخلات الانتاج تبقى مدخلات انتاج قليله السعر او رخيصه، بحيث نبدا نسيطر على الاسعار على المستوى البعيد. ده بالضبط للدول الغربيه عملته في زياده الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة، اللي هي لما توصل إلى أنها تبقى استثمارات اقتصادية أو تبقى طاقة اقتصادية أو طاقة رخيصة، ساعتها هيقل الاعتماد على الطاقة الأحفورية، بالتالي أي ارتفاع في أسعار الطاقة الأحفورية نتيجة قلة المعروض منها مش هيفرق حاجة مع هذه الدول، بالعكس هتفضل مستويات الأسعار فيها معتدلة. عشان كده في 2023 دي كانت أول سنة تبقى استثمارات الطاقة النظيفة تتخطى عالميا استثمارات الطاقة الأحفورية. السنة دي في 24 هيبقى تتضاعف، أصبح النهاردة قصاد كل دولار استثمار في الطاقة الأحفورية عندنا 2 دولار استثمار في الطاقة النظيفة. ده الحقيقة بيشير إلى أكثر من دلالة. أولا من المتوقع إن شاء الله خلال يمكن 10 أو 20 سنة الجاية تحصل يعني شفت او تغير في موازين القوى الدوليه. احنا عارفين ان بعد الحرب العالميه الثانيه كان البترول والطاقه الاحفوريه كان رقم مهم جدا في موازين القوى الدوليه. نعم. ابان بدايه الثوره الصناعيه. لا بالضبط، وكمان بعد الحرب العالميه الثانيه لما حصل اكتشاف البترول العربي، وشفنا ان هناك الدول باكملها سواء في الخليج العربي في المنطقه العربيه او في ايران عايمه على بحيرات من البترول، فاصبح هذا المكون رقم اساسي في معادله القوه ومعادله او صراع القوى العالمي. كمان بعد حرب 73 لما حصل ارتفاعات في اسعار البترول، ف هذه الارتفاعات أدت إلى برضو تغير في ميزان القوى العالمي واهتمام كبير جدا بمنطقة الشرق الأوسط كمنطقة أمن قومي للدول الكبرى. من المنتظر في 20-30 سنة الجاية نلاقي أنها تحصل تغير في موازين القوى نتيجة لزيادة أهمية الطاقة النظيفة. ده من ناحية. من ناحية تانية إحنا عندنا في مصر فرصة هائلة جدا اكتساب استثمارات الطاقة النظيفة، بالذات انتاج الهيدروجين الاخضر وانتاج الهيدروجين الازرق اللي هو اقل شوية في الـ يعني الحفاظ على البيئة، لكنه برضو بيصنف كطاقة نظيفة او شبه نظيفة. ايضا الطاقة الشمسية، وده في منطقة قناة السويس الاقتصادية. وطاقة الرياح في غرب سوهاج والزعفرانة في البحر الاحمر وغيرها من الامور الخاصة اللي يمكن في استراتيجية الدولة المصرية ستعتمد في خلال الاعوام القادمة بنسبة 42% من انتاج الطاقة من طاقة نظيفة. وهنا دكتور ايمن حسأل حضرتك على الصراع الدائر في العالم الآن ما بين الطاقة النظيفة والطاقة الأحفورية القديمة المعتمدة على البترول والغاز الطبيعي،
من يكسب الرهان في القادم في المستقبل؟ وهل كما ذكرت حضرتك وسردت للمشاهدين الكرام في حديثك ان بعد الحرب العالمية ظهرت الثورة الصناعية واللجوء الى البترول، بعد حرب 6 أكتوبر 73 ظهرت ايضا فكرة النظر للشرق الاوسط وخاصة الدول العربية العائمة على بحور من البترول، هل الصراعات الأخيرة في روسيا وأوكرانيا وفي الشرق الأوسط في قطاع غزة ستسفر ربما عن تغير في السياسات الاقتصادية العالمية؟ والله هو نقدر نقول توازن القوى العالمي بيبقى محصلة العديد من صراعات القوى المتضاربة. نعم. يعني احنا برضو ما ننساش ان حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية هناك ولاية منتجة للبترول، وأساسا طبعا ولاية تكساس زي ما سيادتك تفضلت واللي فيها الحقيقة تركيز كبير جدا بتمثل 10% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية ككل. بالضبط، واللي فيها كمان تركيز لتأييد تعتبر قلعة من قلاع الحزب الجمهوري، وولاية ألاسكا في الشمال. لكن هناك أيضا في أمريكا ولايات تعتبر مستهلكة للبترول، ودايما بنشوف الحزب الديمقراطي في أمريكا هو الممثل لمصالح الطبقة الوسطى. نعم. بيتكلم دايما على مثلا فكرة الاي تي، فكرة التكنولوجيا المعلومات، فكرة تنمية الطبقة الوسطى، فكرة الدفع السياسات الى منحى اجتماعي شوية مش هنقول اشتراكي. في حين الحزب الجمهوري لا، هو اكثر قوة، اكثر يعني دفاعا عن مصالح شركات البترول، بيمثل برضو شركات السلاح. محصلة السياسة الأمريكية كنموذج للسياسة العالمية بتلاقي حضرتك هي محصلة صراعات القوة دي والتوازن ما بينها، والشعب في أمريكا بيقف جنب أنهي القوة كل شوية، لأنه ده طبعا بيعتمد على كمان التغير في مصلحته، سواء كان هناك أزمة اقتصادية زي مثلا بعد 2007 فاحنا محتاجين السياسات الاجتماعية فبنأيد الحزب الديمقراطي، لا احنا الأزمة محتاجين ان احنا نحرر شوية الاقتصاد علشان تنطلق القوى النمو فبنأيد الحزب الجمهوري. ايضا عالميا كده المستوى العالمي من المنتظر اقتصاد المرحلة القادمة في صراع ما بين الدول اللي هي اقتصادها بيعتمد على البترول والدول اللي بتحاول ان هي تخرج من هذه المشكلة، وان هي تبقى اعتمادها اكتر على الطاقة النظيفة اللي هي طاقة مستدامة واللي هي طاقة رخيصة. طب لما ده يحصل ايه هو مستقبل طاقة البترول؟ وهل ممكن نصل الى مثلا مستوى معين او نقطة معينة مستقبليا؟ طبعا هي مش دلوقتي طبعا، مستقبليا هيبقى فيها تكاليف استخراج البترول تبدأ تبقى مثلا أكبر من سعره، فتمثل عبء على أصحاب المصالح في القطاعات البترولية المختلفة أو شركات البترول الضخمة أو المالتي ناشونال كامبانيز الموجودة حول العالم وعلى رأسها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية. لزي ما حضرتك ذكرت في الصراع الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الجمهوري ربما يركز على بعض الصناعات وبعض الولايات، والديمقراطي يركز على الولايات الأكثر تنوعا ديموغرافيا في داخل هذه الولايات وتتجه إلى صناعات تحولية أو صناعات متقدمة ربما عن الصناعات الأحفورية. بشكرك شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية.